الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله. الآن كلنا جزائريون لنقف ونؤدي النشيد الوطني الجزائري، نشيد أمة الجهاد والاستشهاد. قاسما بالنازلات الواحدات والدماء الساكنات الطاهرات، قاسما بالنازلات الواحدات والدماء الساكنات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشامخات. نحن ضربنا بحياة أو ممات وعقدنا العزم حتى هي الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. هذه وقفتنا إجلالا وإكبارا لشهدائنا الميامين. هذه وقفتنا نصرة لقضيتنا، قضية أرضنا، قضية مقدساتنا، قضية بيت المقدس. بيت المقدس مصرى نبينا. بيت المقدس هو أرضنا الطاهرة، هو ملكنا، هو وقف أمة الإسلام لا غيرها. إذن تكبير. تكبير. وممثلا لمرابطي بيت المقدس نصرهم الله وأعزهم وأيدهم بجند من عنده، يحضر بيننا الآن المقدسي المرابط طه الحديدي. تكبير. المرابطون ببيت المقدس والمجاهدون على أرض غزة الحرة، على أرض غزة الأبية التي لم ولن تنكسر بإذن الله، يتفضل المرابط لنقل رسالة إخوانكم المجاهدين. فرجاء استمعوا وأنصتوا، رجاء استمعوا. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم يا أهل وبلد المليون ونص مليون شهيد، نحن نسير على خطاكم، نحن تعلمنا منكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحن نقول لكم نرى في عيونكم ونرى في وجوهكم الحرقة على شعب فلسطين وعلى أهل غزة، ونحييكم ونقول لكم نحن نحيا بكم ونحن نضع كل آمالنا على الشعب الجزائري. بالرب بالدم نفيك يا غزة، بالرب بالدم نفيك يا غزة، بالرب
بارك الله فيكم. والله لا يسعني يعني الكلمات لا تكتب على أوراق، الكلمات تحفر في الصدور. ما هو الشعب الجزائري وما شهامة الشعب الجزائري، لكم منا كل تحية ورسالة إلى مصر، إلى السيسي الخائن. نقول له افتح معبر رفح يا الخائن، افتح معبر رفح يا الخائن. ونقول يا سيسي يا جبان، يا سيسي يا جبان، يا عزيز الأمريكا، 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 يا سيسي يا جبان، يا عزيز الأمريكا. ونطلب من الحكومة الجزائرية الرشيدة الحرة ومن الشعب الجزائري بأن يعمل على أعلى دبلوماسية لفتح المعابر، لأن ما يقتل شعبنا الفلسطيني في الداخل هو إغلاق المعابر عليه. والمؤامرات كما سميت بالمبادرة المصرية هي مؤامرة مصرية. وندعو دعوة صادقة بأمانة للحكومة الجزائرية أن تعدل هذه المؤامرة لتجعلها مبادرة وتصبح في حيز التنفيذ. والله أكبر ولله الحمد. والله لا يسعني، والله ضاعت. يعني من هذا الموقف والله العظيم أني فعلا أعتز وأتشرف أن أكون بينكم، وأتشرف أن أكون منكم، وأعلنها لكم بأن أقسم بالله العظيم سابقا ولاحقا والآن قلبي جزائري. والله نعتز بكم. وإن فلسطين وغزة كلما سمعت شعب الجزائر على التلفزة من أناس يتصلون أو من إذاعات يتكلمون، يعرفوا أن هذا الشعب، أن النصر لن يأتي إلا من الجزائر. شهداء على وجه هذه الأرض لن تترك غزة ولن تترك فلسطين. وحياكم الله.